لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. للأسف النهاردة معنا خبر محزن جدا، رحيل الفنان القدير عثمان محمد علي والد الفنانة سلوى عثمان بعد تعرضه لأزمة صحية. توفي منذ قليل الفنان عثمان محمد علي والد الفنانة سلوى عثمان بعد تعرضه لأزمة صحية. وقال إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريح خاص إن الفنان عثمان محمد علي توفي، وستتواصل النقابة مع الفنانة سلوى عثمان لتحديد موعد الجنازة والعزاء. الفنان عثمان محمد علي هو أحد أبناء جيل عمالقة الفن الكبار، حيث أمتعنا بالعديد من الأعمال ومنها عائلة الحاج متولي، العطار والسبع بنات، لن أعيش في جلباب أبي، الحسن البصري، الضوء الشارد، القضاء في الإسلام، أبو حنيفة النعمان، الفرسان الأبطال، عصر الأئمة، ولا إله إلا الله، وغيرها من المئات من الأعمال الدينية والتاريخية. كما اكتشف الفنان عثمان محمد العديد من كبار النجوم ومنحهم الدفعة الأولى ومنحهم الدفعة الأولى في طريق الفن والنجومية، ومنهم أميرة السينما مديحة كامل التي شجعها منذ أن كانت طالبة في الإعدادية، حيث كان ضمن لجنة التحكيم التي منحتها الجائزة الأولى في التمثيل على مستوى المدارس. أما عن آخر ظهور للفنان قبل وفاته فكان تكريمه في مهرجان القاهرة للدراما خيم الحزن على الوسط الفني بعد وفاة الفنان القدير عثمان محمد علي بعد وعكة صحية مؤخرا أودت بحياته. وابتعد الفنان عن الساحة الفنية منذ عامين تقريبا نتيجة إصابته بنزيف حاد في المخ بالتزامن مع تصويره أحد المسلسلات التلفزيونية، ليواصل منذ ذلك الحين رحلة العلاج، بينما اقتطع تلك الرحلة بظهور خاص في الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما التي عقدت في أغسطس الماضي. لحظات من السعادة عاشها الفنان بعدما وقع الاختيار عليه ليكون ضمن المكرمين في مهرجان القاهرة للدراما، والذي كشف عن شعوره وقتها في تصريحات خاصة، حيث قال الفنان قبل رحيله: بشكر القائمين على المهرجان لأنهم افتكروني بعد العمر ده كله، إنهم يكرموني في مهرجان كبير زي القاهرة للدراما. كان عثمان محمد علي ينوي العودة إلى الساحة الفنية بعد تعافيه نوعا ما من الأزمة الصحية، حيث نفى وقتها ما تردد عن اعتزاله الفن قائلا: إصابتي بالجلطة أبعدتني عن الشاشة لمدة عامين تقريبا لأن حركتي كانت ضعيفة للغاية. رحلة فنية سرية أنجزها الفنان على مستوى السينما والتلفزيون وكذلك المسرح ليحقق شهرة واسعة قبل أن يرحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض. الفنان من مواليد الإسكندرية 13 أبريل 1935 بدأ مشواره الفني عام 1954. حب وإلهام هو أول مسلسل إذاعي في مسيرته، وذلك في عام 1954، ليواصل مسيرته الفنية في مسلسل للحب رأي آخر ومهاجر إلى الصمت والفنان والوهم. شارك في مسلسلات تلفزيونية مهمة وحققت نجاحا كبيرا، لعل أبرزها أبناء الأعزاء شكرا، لن أعيش في جلباب أبي، وعائلة الحاج متولي. عمل كمستشار في كلية الإعلام
لتصحيح اللغة والنطق أمام الكاميرا له كتابا بعنوان فن صناعة الكلام، وقام بتسجيل كلمات ومرادفات القرآن الكريم كاملا لغير الناطقين باللغة العربية لمدة 3 أعوام تقريبا، وذلك بشكل مجاني دون تقاضي أجر، لرغبته في أن يكون هذا العمل صدقة جارية له. راجع لغويا العديد من المسلسلات الناطقة بالفصحى، ومنها مسلسل عصر الأئمة والفرسان والأبطال وأبو حنيفة. كشف الفنان عن أسباب غيابه عن مجال الفن خلال الفترة الماضية وعدم مشاركته في أعمال جديدة، حيث يعد آخر أعماله هو مسلسل حي السيدة زينب والذي عرض في عام 2021، موضحا أنه خلال الفترة الماضية تعرض لأزمة صحية أدت إلى غيابه، مطالبا الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل ليعود إلى متابعيه في أقرب وقت. وقال عثمان محمد علي: أنا بخير الحمد لله، وسبب غيابي إن كنت تعبان وكان عندي جلطة وحاليا بتعافى منها، جلطة في المخ لسه مفيش أعمال هشارك فيها الفترة دي لأني لسه تعبان وواخد فترة راحة. وأصيب عثمان محمد علي بجلطة في المخ خلال الفترة الماضية، وتم نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة والسيطرة على هذه الجلطة، ولكنه كان يخضع لبعض جلسات العلاج الطبيعي للتخلص من الأثار الناتجة عن الجلطة. من هي زوجة الفنان عثمان محمد علي؟ تزوج الممثل المصري عثمان محمد علي من شخصية كانت تعمل معه في المجال الفني، ولكنها لم تشارك في الكثير من الأعمال الدرامية ولم يكن لها رصيد كبير من الأعمال، حيث أنه لم يذكر أي معلومة عن هويتها، وأنه كان يرغب في أن تكون حياته بعيدة عن الشهرة، في حين أنه قد رزق بابنته سلوى وأصبحت واحدة من الشخصيات المشهورة في الدراما المصرية. شكرا لكم على حسن المتابعة. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنته، وألهم أهله وزويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والسلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.